اللي بغيت نشارك معكم الكالاماري، كتجي خطيره 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 ولذيذه. ها هي كتقلى وها هي خليطه. الخليطه يا البنات كديروا عندكم كالامار هكا، كتقطعوها دوار دوار، ايوا كتغسلوها مزيان، كديروا الدقيق وكديروا النشا وواحد الخميره ديال الحلوه والمليحه والبزاف، وكديروا داك الخليط يكون عاقد وكتخليوها مرقده واحد ساعه بالمكانه. كتهزوا الدقيق فيه شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه وكتمردوا فيه هاد الكالاماري، ايوا وها هي كديروها تقله. وهكا هي البنات كتجي مقرمشه واعره وخطيره ولذيذه. ما نقولش لكم يا سلام البنات الكلامه كيف كتجي، عاتي ما نقولش لكم مقرمشه عشان كونفيو واعره واعره خطيره. ايوا الشطه وفريت والدجاج، ايوا الصحاب راه